لاحظنا هنا في البيت الكبير غياب تقنية الفار عن تصفيات كأس العالم. أنا مش عارف إزاي كيف يمكن مواجهة هذا الأمر، لأنه أنت في الآخر ممكن نقطة تضيع منك، نقطة تضيع منك أو نقطتين، أنت لو ضاع منك هيضيع منك نقطتين، نقطتين يضيعوا منك في تعادل ممكن تلاقوك بره السباق خالص، خصوصا في مثل هذه المجموعة. خلي بالك. أنا حقيقي مش عارف هل ده مطبق في باقي القارات ولا لأ، يعني باقي القارات. لأنه المفروض والطبيعي والمنطقي إن تصفيات كأس العالم دي اللي بيكون مشرف عليها ويصحح برضه الأستاذ عبد الحكيم معانا مشرف عليها هو الاتحاد الدولي لكرة القدم. صحيح، ولكن أنت عارف مين اللي بيبعت، مين اللي بي ريكومنديشن الحكام وكل حاجة؟ الاتحاد الأفريقي. بالظبط. يعني هو بيقول مثلا طاقم الحكام بقيادة خالد الاتربي. أعتقد إن المصاريف والحاجات دي كلها بتبقى ولكن بيتم الاتحاد الدولي بيعمل إيه؟ بيقبل ال 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 هل بقى التوصية. أنا بتكلم هل باقي القارات كلها تصفياتها بتبقى بفار ولا لا؟ اصل لو هي كده فتقدر تقول لو في باقي القارات فيها فار يبقى تقول انه كالعاده ان الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي لكره القدم يعامل افريقيا وده اللي بيحصل على فكره معامله مختلفه تماما، معامله معروفه، وهي القاره التي دائما ما يجرب فيها ما لا يجرب في القارات الاخرى، هي القارات اللي بيسمح فيها ما لا يسمح به في القارات الاخرى، هي القاره المستضعفه دائما امام الاتحاد الدولي لكره القدم هي قاره افريقيا. واكبر دليل على كده سلق البيض اللي حصل في الدوري الافريقي، يعني انا لا اقلل ابدا من البطوله، انما البطوله اصلا هدفها وتوجهها وبدايتها ونهايتها وفكرتها اصلا ما كانتش معموله ان هي تطبق في الاول في افريقيا، اصلا ما كانتش معموله ان هي تبقى موجوده بالشكل ده، انما هي حصلت كده علشان انفانتينو يقول ان انا برضو طبقت دوري السوبر اللي انا كنت عايز اعمله. هو المفروض كان هيبدا في اوروبا، تم معارضه الفكره في اوروبا وانتقلت الى افريقيا. عشان كده انا بقول، وهو كان سؤالي في الموضوع، هو الفار في التصفيات في باقي موجود طبعا القارات موجود ولا مش موجود؟ طبعا موجود. الفيفا سمح لكل الاتحادات القاريه بتطبيق تقنيه الفيديو، لكن الاتحاد الافريقي لكره القدم هو من رفض، لاني عندي 53 منتخب حسب وجهه نظر الكاف، في اغلبهم او اكتر من نصهم ما عندوش الامكانيات او الملاعب اللي تطبق تقنيه الفيديو، بل عندك من 7 لـ9 منتخبات بتلعب خارج اراضيها لعدم اعتماد الملعب بتاعها من الاساس. طب اذا يبقى المفروض الملعب المعتمد واللي اعتمده الاتحاد الافريقي لكره القدم واتنقل اليه المنتخب ده، المفروض ان الملعب ده يعني القصه مش الملعب بس مطابق معايير. لا، اثيوبيا بتلعب في المغرب. لا، ده في اربع او خمس منتخبات بيلعبوا في المغرب بالمناسبه، مش اثيوبيا. طب اذا ملاعبها مطابقه معايير. ما هو القصه مش في النقل، القصه في عدد كبير غير المنقوله ملاعبها. في عدد كبير مش مطبق عنده، فالاتحاد الافريقي قال لك انا مش هطبق على النص واسيب النص، فبالتالي مفيش هيبقى جانب الحياديه وجانب التكافؤ الفرص مش هيبقى موجود، فالاتحاد الدولي فلغيه خالص، لغاه في كل المنافسات. قال لك 53 منتخب بيلعبوا، هيبقى عندي على الاقل من 30 ل 35 متطبق عندهم تقنيه الفيديو، طب والباقيين مش متطبق عندهم. طب انا كده مثلا لو من ال 18 دول بيلعب مثلا، بدي سال انا اللي بقول المثال ده، في مجموعه منتخب مصر مثلا في 2 ما بيطبقوش تقنيه الفيديو، في مجموعه المغرب كله بيطبق تقنيه الفيديو، طب المنطق هيبقى ازاي والتكافؤ الفرص ازاي ان ده يصعد وده ما يصعدش؟ لو في خطا حصل هنا وخطا ما حصلش هنا. لكن دلوقتي لو الخطا حصل مش مهم، ما خلاص عادي، ما هو يعدي في الوسط، ما حدش هيعيد اللي فات. الاتحاد الافريقي هناك مش عشرات، ده الاف الملاحظات. بطوله الدوري الافريقي هو فضل يعاند مع الاتحاد الدولي، لان الاتحاد الدولي اعطى الشركه الايطاليه الاشراف والتنظيم، وانحصر دور الكاف في تعيين الحكام والمنشطات فقط لا غير، فبالتالي حاول بقدر الامكان ان يطلع البطوله ضعيفه عشان يبتدي يرجع له الاشراف السنه اللي جايه. فهل اتحاد قاري البطوله معموله باسمه يوصل لهذه المرحله؟ نفس الموضوع تقنيه الفيديو. انا من الاول كنت عارف من سنه ومن اتنين ان مجموعه ملاعب مش متطبق فيها الكلام ده، طب انا ليه ما ساهمش كاتحاد قاري اللي انا بصرف مساعدات لكوسافا وحاجات تانية اطبق تقنيه الفيديو في الدول دي ببساطه شديده جدا، واعمل مساعدات للدول دي سهله جدا على فكره. لكن القصه كلها انت بتشتغل عارف بيه باللحظه باليوم. لما تيجي تقول، اديك مثال بسيط جدا للمرحله، ناس هنا كتير بتتكلم وانا هنا ماليش دعوه بالحاج عامر، بتقول لك الحاج عامر بيبقى حاطط ماتش، لو الماتش الاهلي اتاجل يبقى هيلعب اللي بعد، الناس بتتريق على الطريقه. طب اتحاد القاري نفسه قال لك الاهلي لو ربنا كرمه وكسب اتحاد جده شباب بلوزان مش هيتلعب، لو لا قدر الله خسر من اتحاد جده كاس العالم دي تلعب ماتش شباب بلوزان. هو في حاجه اسمها كده؟ ده اتحاد قاري بيخطط لاهم بطوله في القاره
على مستوى الانديه دوري ابطال افريقيا تلعب، لو خسر يلعب يوم 20، لو كسب لا مش هيلعب خلاص ناجل لك المباراه ونشوف وقت تاني نحط لك فيه. وده نظام زي قبل كده ما عامل لك كاس بطوله امم افريقيا 2021 في الكاميرون وقت كاس العالم للانديه، هو ده نظام. وقال لك اصل فيفا اللي كان رافض والفيفا اللي مش عارف مين، فيفا بيحط اجندته لمده 4 سنين لقدام. انت حضرتك المشكله اللي عندك البطوله كانت 2020 عملتها 2021 عشان كورونا، نفس الموضوع برضه بالظبط دلوقتي. معروف من سنتين ان تصفيات كاس العالم 2026 هتتلعب بمشاركه 53 منتخب، هتتعمل كذا 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 كذا، وفي منتخبات من فتره كبيره جدا مقدمه والملاعب بتاعتها اترفضت وراح تختار الدول، والدول دي تم معاينه الملاعب بتاعتها. جاي تتكلم دلوقتي وتقول اصل انا مش هطبق تقنيه الفيديو، طب مين يحاسب على منتخبات لو تعرضت للظلم؟ ما هو ده انا بقوله، اللي حاسب قبل كده على اي ظلم؟ اخر مره الناس اللي بتحاسب على ظلم، الجزائر تعرضت لظلم واضح مع بوركينا بالمناسبه، مش عارف مع مين جالهم حكم في اخر مباراه في التصفيات وتعرضوا لظلم واضح في ضربتين جزاء، الجزائر والكاميرون، متهيألي الجزائر والكاميرون لان كان الماتش ده كان عمل حساسيه شويه لحد ما صامويل ايتو الكاميرون اللي صعد صح، واتهموا التحكيم. طب بالمنطق والعقل ده انت كده حرمت منتخب يروح كاس عالم. انا هنا ما دافعش عن الجزائر بس بتكلم على المنطق والعقل، كل قارات العالم بتطبق تقنيه الفيديو. يعني ما انت بكره ما هو بالعقل كده، انا بكره عندي حكم عنده 27 سنه خلاص لم يحكم مباراة دولية لأي منتخب، فأول مباراة ليه بكرة ماتش مصر وجيبوتي، وعندما تم السؤال في الاتحاد الأفريقي أو في لجنة الحكام قالك أصل الماتش في اتجاه واحد، ما هو ماتش الجزء والله قالك، يعني طبعا ده كلام ودي مش رسمي، يعني ده كلام، يعني ما تطلع يقولك مين اللي قالك الكلام ده، محدش قال الكلام. المهم يعني فأنا ما سألت طيب ما الجزائر والصومال حكم دولي عن 43 سنة، ما هو نفس الماتش ما هو اتجاه واحد، فاهم؟ فهو هنا تفهم ايه؟ انه ده ممكن يخطئ بكره الحكم، ده حكم ما عندوش خبره ولا عوض. انت بقى عوض، عوض ازاي؟ افرض انا دخل فيها جون اوف سايد ما عرفتش اجيب غيره، قال لك اتجاه واحد ما عرفتش اجيب غيره، ما دخلتش الكره جون، انا ذنبي ايه؟ 120 مليون ذنبهم ايه؟ في الكلام اللي بيقوله عبد الحكيم. هو رئيس لجنه الحكام في الكاف يا كابتن اسلام عايز يجي ايدي ما ايه صح؟ ايدي ما ايه؟ عايز يثبت ان انا عملت حاجه في القاره الافريقيه اللي هي ايه؟ انا صعدت حكام. حتى بص مسابقه دوري الابطال الافريقيه اللي هي انديه النخبه اللي هي بطوله انديه النخبه، المفروض المسابقه انديه النخبه، انت حضرتك كل الحكام 80% منهم حكام لم تسمع عنها شيء واخطا بالجمله ومحدش حاسب، ومين اللي شارب الفاتوره؟ طلع النادي الاهلي عشان عمل بس بتاع دي، قال لك اصل الاهلي بيشتكي. طب ما هو انت تعرضت لظلم تحكيمي نتيجه الدفع بحكام ليس لديهم خبرات. نفس الازمه على فكره، وتوقع ان منتخب مصر يتعرض لأزمات، مش منتخب مصر بس، في هناك منتخبات بتحس كده ان ايه في كيف عند بعض الناس ان تظلمها، مش ظلم متعمد. طيب. ظلم متعمد، ظلم موجه كده بشكل معين يعني.